بدأت هاند بول من وانا عندي 6 سنين، وطبيعي عشان كانت لما اختي الكبيره بدأت هاند بول قبليه، كنت بروح معاها التمارين دايما مع بابي ومامي، فكنت اتعلقت يعني بالهاند بول. وكان يعني اخوات صحاب لما اللي معاها في الفرقه كانوا نفس سني، فدخلنا كلنا الهاند بول مع بعض وكنا متعلقين بالهاند بول، فحبيت اللعب. لما عندها سرعه رد فعل فهو ده اللي خلاها تبقى جون، لكن انا الحته دي مش ناقصه عندي شويه، فكنت احسن في اللعيبه يعني، جربت في كذا مركز يعني. انا بدرس حقوق في الجي سي، الموضوع طبعا بيبقى صعب، بيبقى ضغط قوي، بس انا من وانا صغيره متعوده على كده يعني، بقيت مش بعرف اذاكر غير لما احس ان انا ورايا تمرين لازم اخلص المذاكره اللي عليا عشان الحق اروح التمرين، عشان ما اجيش على التمرين. بقسم وقتي ان انا ما اجيش على الدراسه في نفس الوقت ما اجيش على التمرين، فالموضوع مساعدني ان انا من وانا صغيره كده. اتمرنت مع مدربين كتير، في طبعا ساعدوني كتير، وحتى اللي كان مش كويس او اللي كان اثر عليا بشكل تاني هم برضو ساعدوني. ان انا كانت في مدرب ان هو عايز يغيرني مركزي ومش عايزني العب في حته معينه، وانا كنت طبعا صغيره، فلا انا عايزه العب في مكاني ومش محتاجه اغيره وكده. ابتديت ما احبش ان انا اروح التمرين، وقعدت بتاع 3-4 شهور مثلا ما بروحش التمارين ولا ماتشات ولا اي حاجه، والفرقه مكمله عادي، لحد ما كابتن بيسا حسني كلمتني ورجعتني، وفضلت اتمرن بقى، وحطيت في مخي ان هو مدرب مش هو اللي مكمل، انا المكمله في الهاندبول. فاي مدرب بيجي يعني بقعد اقول لنفسي الجمله دي، والحمد لله يعني وصلت ان انا دلوقتي بلعب في الفيس تيم في النادي الاهلي، وخدت بطوله افريقيا ودوره العاب افريقيه الحمد لله. معانا في الفرقه ناس كتير قوي بتشتغل، وفي نفس الوقت بيأدوا 100% في التمرين وفي الماتشات، والموضوع مش مؤثر عشان الحمد لله التمرين بيبقى متاخر، فبيخلصوا الشغل عادي ويجوا على التمرين، ومستواهم عالي، وناس من الناس الاساسيه كمان في الفرقه، فالموضوع مش مؤثر. ايه سر سيطره الاهلي على كل البطولات المحليه يمكن من زمان قوي يعني، الاجيال اتغيرت وبرده الموضوع لسه ثابت؟ السر ان احنا بنتمرن اكتر من اي فرقه، وان احنا ما عندناش اوبشن الهزيمه يعني، ما عندناش اوبشن ان احنا ماتش عادي ويعدي، احنا كل ماتش بننزله لازم نكسبه، والحته دي فينا من واحنا صغيرين مش من واحنا في الفيرست تيم بس، عكس الفرق التانيه في نوادي كتير بيلعبوا الرياضه عشان فور فان اكتر، مش منافسه مش في دماغهم وكده، لكن في النادي عندنا متعودين على لازم مكسب من واحنا صغيرين. العكس بقى تماما، الموسم اللي قبل اللي فات الاهلي خسر الدوري والكاس، ودي كانت تقريبا من اكتر من 20 سنه، فكان ايه برضو التغير اللي حصل وازاي قدرتوا تعدلوا ده تاني موسم على طول؟ هو كان حصل دروب مش مفهوم لينا لحد دلوقتي فجأة في الفرقة، في مستوى الفرقة، مع كمان ان الفرق التانية قبل كده ما كانش بيبقى فيه منافسة قوي، السيزن اللي احنا خسرنا فيه ده كان بدأ يبقى فيه منافسة اكتر مع الفرق، فمع الدروب بتاعنا مع منافسة الفرق ادى ان احنا يعني ضيعنا 3 بطولات بس، وقفنا مع بعض يعني، وقفنا اتكلمنا مع بعض في اخر السيزون وبدايه السيزون اللي بعدين ان ده دروب حصل وخلاص لازم نتخطاه، وان لازم السيزون اللي بعدين نعوضه ونكمل على اللي احنا كنا متعودين عليه، والحمد لله السيزون اللي بعديه كسبنا 3 بطولات. كان في كلام ان احنا ممكن ندخل بطوله عربيه من فتره بس برده ما سافرناهاش. مش بنشارك ليه؟ مش عارفه، عشان بيكونوا حاطين طموح ان احنا ندخل ناخد بطوله، وده طبعا مش هيجي من اول مره، لازم نبقى في احتكاك. احنا كمان اللي مش مساعدنا ان مفيش منتخب مصر فيرست تيم، فمفيش احتكاك ولا على مستوى النادي ولا على مستوى المنتخب، فمفيش اي خبرات افريقيه على مستوى فيرست تيم، كله كان مستوى الناشئين والناشئات، فبنحس ان في فرق جاب كبير ما بيننا وما بين الدول الافريقيه. زي ما انت قلتي من وانت صغيره انت ولما مع بعض في نفس الفريق، لحد ما جت في مره قامت راحت الجزيره، اول مره لعبتوا ضد بعض كان الشعور بالنسبه لك عامل ازاي، وتعاملتوا ازاي جوه الماتش وبعد الماتش؟ هو قبل الماتش بكون عايزه ان هو ادي لها النصايح كلها بتاعت الفرقه، بس في نفس الوقت دي فرقتي فما بقولهاش اي حاجه. طبعا انا اول مره لعبت ضد لما، اول كره جيت اشوطها عليها شطها في بطنها، فاللي هو سبت الملعب وجريت عليها، اللي هو انا اسفه ما تضايقيش مني، وبقعد اركز معاها في الماتش اللي هو غصب عني بشجعها، بس في نفس الوقت اللي هو انا عايزه فرقتي تكسب، بس لما تلعب ماتش كويس. كان في حاجه الموسم اللي فات يمكن غريبه شويه على كرة اليد السيدات، هي وجود أول محترفة اللي هي سندس، إيه اللي هي ضافته للفريق، وهل فعلا لو في محترفين زي ما بنشوف في الباسكت والفولي ممكن يعمل فرق في الدوري؟ لا سندس فادتنا كتير قوي، هي دخلت طريقة لعب جديدة، هي يعني في الآخر وفي الآخر احنا اللعيبة المصرية معظمنا بنفرق عن بعض شوية، بس طريقة اللعب بنبقى هي شوية، لكن سندس طريقة لعب جديدة، فكر جديد، ولو في محترفين في الفرق اكيد هيفرق منافسه طبعا، هيبقى هيعلي فرق وهيبقى منافسه اعلى طبعا. احنا نظام الدوري اتقسمنا مجموعتين، وكل مجموعتين طلع منها اول 3 فرق، بعد كده 6 فرق بنلعب بعض دوري من دورين رايح جاي،
بعد كده بأول 4 فرق هنلعب دوري من دور واحد مجمعة يعني واحدة، وهي اللي كسبان فيها بطل الدوري. بس من المرحلة اللي هي 6 فرق دي هنطلع بالنقط بتاعتنا والنقط بتاعت مواليد 2004 كلعيبة. احنا شايفينها ان هو مرهق جدا ان احنا في فرق المفروض بننافس معاها، بنلعبها اكتر من 8 مرات في السيزن، وممكن الماتشات في الاخر ملهاش اي اهمية، ان احنا ممكن نكسب ماتشات كلها اللي في الاول ويجي ماتش في الاخر هو اللي يحدد احنا نكسب الدوري او لا. فهي ماتشات مرهقة قوي وملهاش اي اهمية يعني في الاخر. ممكن الموضوع بقاله فترة كبيرة جدا وكان حصل مطالبة، ايه السبب ان مفيش سيدات يعني؟ هو انا كان نفسي اقول لك ان في سبب معروف بس احنا مش عارفين. احنا كان المفروض ان احنا نطلع من مرحلة ناشئات لشابات ونطلع فيس تيم، وده كان من جيل 96 98 و2000. احنا التلات اجيال خلصنا بطولاتنا وخدنا بطولة افريقيا، وفي جيل خد تاني وفي جيل خد تالت بس وكذا، و2002 خدوا برضو اول افريقيا في الناشئات، هما اللي لسه بيلعبوا شابات دلوقتي. بس برضو مفيش اي حاجة تقول توحي ان احنا هنوصل هنعمل فيس تيم. المفروض ان احنا كنا ده اللي يحصل، بس كل شوية بيتقال المنتخب فيس تيم هيتعمل وما بيتعملش ومفيش اي خطوة بتتاخد. فاحنا مش عارفين، احنا شايفين ان احنا بننافس عادي طبيعي. لو كنا كملنا مع الاحتكاك لما مع المستوى السيدات اكيد هنوصل ان احنا نكسب، مش كل الفرق او من اول مرة او اول مشاركة يدخلوا ياخدوا البطولة، ده طبيعي. المفروض يبقى فيه بروجرس بنتحط ان هو كل فترة نبقى احسن من الاول. احنا اخر كلام اتقال ان هو المفروض في منتخب هيتعمل عشان في بطولة افريقيا اخر السنة دي نشارك فيها، بس من ساعتها محدش قال اي اخبار ولا اي ان هو مفيش هيتعمل ولا لا ولا اي حاجة. احنا كل يوم قبل التمرين بنفكر لو طب ما كنا نلعب باسكت مثلا ولا فولي مثلا. يعني ساعات بيجي في بالي كده ان انا اللي هو مفيش اي طموح اللي هو ابص له لقدام، ان انا مثلا عندي بطولة افريقيا، عندي كاس عالم، عايزة اسافر مع منتخب ان انا اكون جوه القائمة او كده. فمفيش طموح. لو احنا بنلعب دوري وكاس وبيبقى عارفين الفرق اللي بتنافس، مفيش اي طموح او حاجة تبص لها لقدام تشتغل عليها. بس برجع في الاخر افكر ان انا بحب اللعبة، انا بلعب اللعبة عشان بحبها فبكمل يعني. نفسي طبعا يكون في منتخب ونكسب افريقيا مع منتخب، ونفسي قوي قوي اكسب افريقيا مع النادي الاهلي. بتشوفي ايه اللي ناقص اللعبة عشان تتطور اكتر؟ يعني احنا شفنا تقريبا باسكت سيدات من 5 سنين كان في نفس وضعكم في كل حاجة تقريبا، فجأة دلوقتي الجمهور بقى بيهتم جدا باللعبة زيها زي الولاد. ايه اللي ناقص هاندبول سيدات عشان يبقى زي؟ طبعا كان اول حاجة اذاعة الماتشات عشان الناس تبقى عارفة البطولات وعارفة الفرق، وان يكون في منتخب. فالناس لما بيبقى في منتخب او بطولة بيبدأوا يهتموا باللعبة اكتر ويعرفوا اكتر عنها، فالمنتخب هيحل مشاكل كتير الصراحة.